طب أهلا وسهلا، شكرا على التقديم أخ كمال. وبداية، يعني موضوع هذه الجلسة إن شاء الله سيكون عن عمل فريق الاستراتيجية والحوكمة في مؤسسة ويكيميديا. سوف نقدم لكم نبذة عن نشاطات الفريق، وأيضا عن بعض الأمور التي تحدث حاليا المتعلقة باستراتيجية ويكيميديا وبالحوكمة في حركة ويكيميديا بشكل عام. فأهلا وسهلا بكم، وسوف نبدأ مع الأستاذة ملفت. ملفت، لو بتحبي تفضلي. شكرا عباد، وعن نشير انه انا وزميل عباد قبل ان نكون موظفين في المؤسسة نحن محررون في ويكيبيديا العربية منذ القديم ولا زلنا، ونحن اعضاء مجموعة ويكيبيديا بلاد الشام ولا نزال. بسم الله الرحمن الرحيم. فريق استراتيجية الحركة والحوكمة، هذا الفريق هو عبارة عن مجموعة من الموظفين تابع لقسم المرونة المجتمعية والاستدامة اللي هو في النهاية تابع للقسم القانوني في المؤسسة. الفريق يضم الفريق الأساسي لاستراتيجية الحركة مجموعة من الموظفين القائمين على متابعة مشاريع الاستراتيجية، منهم الزميل عباد، منهم كورنيليوس وكارل، أظن معظمكم بيعرفوهم، بالإضافة إلى مجموعة من الميسرين بيهتموا او متخصصين في التواصل مع مختلف اللغات والمجتمعات الويكيبيديه. الميسرون مهمتهم هو التواصل مع الويكيميديين والمجتمعات ومع من يعملون على مبادرات الاستراتيجيه للحصول على الملاحظات والانطباعات والافكار والاستماع الى مخاوفهم. ايضا عندكم امثله كثيره على ذلك، مثلا انا اقوم بتيسير أعمال ومدونة قواعد السلوك العالمية مع المجتمع العربي ومع مجموعات المستخدمين العرب. Next. يسترشد عمل فريق استراتيجية الحركة والحوكمة للخطة السنوية للويكيميديا، يعني على المشاريع اللي بنشتغل عليها، هو بناء على ترتيبها في خطة المؤسسة السنوية. تسعى الخطة السنوية إلى دعم حركة ويكيميديا عبر حركة أو عبر حوكمة تشاركية ومشاريع مختلفة. الهدف من وجود هذا الفريق هو دعم إصلاح الحوكمة في استراتيجية الحركة بمشاركة عادلة. علشان هيك نحن بنسعى للتواصل مع مختلف المجتمعات بغض النظر عن موقعها، بغض النظر عن حجمها، بغض النظر عن كونها مجتمعات راسخة يعني متأسسة بثبات أو مجتمعات ناشئة. تشجع أو تشجيع مساهمات قوية للمجتمعات القائمة اللي هي المجتمعات الراسخة اللي معظمكم تعرفوا أنها متواجدة غالبا في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية، اللي هو في الأمريكية، في أمريكا الشمالية تحديدا وفي أوروبا. معنا تيسير التعرف على الفرص المتاحة للمساهمة في استراتيجية ويكيميديا والمشاركة فيها من خلال منح مقدمة للمجموعات وللأفراد على حد سواء، وبالتالي مع فريق الموارد. زميل عباد رح يقدم فكرة موضوع المنح بعد قليل على شكل كيف ممكن الأفراد والمجتمعات يستفيدوا منها على للمساهمة في تنفيذ مشاريع الاستراتيجية. يسترشد عمل فريق استراتيجية الحركة والحوكمة next. من الأنشطة الأخرى اللي بيقوم فيها فريق الحوكمة واستراتيجية الحركة دعم لجنة الانتخابات والمتطوعين في انتخابات مجلس أمناء مؤسسة ويكيبيديا. هذا كان مشروعنا السابق، انتخابات مجلس الأمناء 2021، وحاليا نتابع موضوع انتخابات لجنة صياغة ميثاق الحركة. دعم تحديث سياسات ويكيبيديا أو ويكيميديا الرئيسية بما فيها تسهيل الحصول على ملاحظات حول بروتوكول إنفاذ مدونة قواعد السلوك العالمية بمشاركة من كل المجتمعات والجهات الشقيقة. وفرصة أشكر أعضاء المجتمع العربي اللي بتعاونوا معي في توفير أو تزويدنا بملاحظاتهم حول كيفية تنفيذ مدونة قواعد السلوك. راح أحكي عن الموضوع بعد قليل إن شاء الله. شكرا للجميع.
هلأ بدنا ننتقل لموضوع التوصيات مع الزميل عباد. يعني نحن حكينا أنه نحن عم نحاول ننفذ مشاريع هي مشاريع الاستراتيجية اللي نشأت عن التوصيات. طبعاً التوصيات هو موضوع قديم مش حديث، ولكن بسوى في هذا السياق أنه نتذكر التوصيات. تفضل عباد. بالضبط، شكرا ميرفات، وهي تحديدا المقدمة اللي كنت حابب أبدأ فيها، أنه التوصيات هي موضوع نحن حكينا عنه كثيرا، ولكن الآن يعني التوصيات برضه صارت مهمة جدا، لأنه نحن بمرحلة التنفيذ ومرحلة تطبيق هذه التوصيات. لذلك رح نأخذ يعني نظرة سريعة فقط للتذكير أو للتعرف مرة أخرى يعني على ما هي الاستراتيجية وعلى ما هي الأمور التي نحن نعمل عليها حاليا، لأننا دخلنا مرحلة التنفيذ منذ بداية هذا العام، والآن هناك يعني مشاريع إن شاء الله جارية ويعني لها علاقة مباشرة بالعالم العربي. في البداية نبدأ بالاتجاه الاستراتيجي العام، وهو أساس الاستراتيجية أو الصفحة الأولى في الاستراتيجية التي وضعت من تقريباً 4 سنوات. والاتجاه يقول الآتي، هو أطول من هذا بعض الشيء، ولكن النسخة المختصرة هي أن ويكيميديا سوف تصبح بحلول عام 2030 البنية الأساسية لمنظومة المعرفة الحرة في العالم، وسيكون بمقدور كل من يرغب ومن يشارك رؤية ويكيميديا أن ينضم إليها. فهذا توجه عام، وهناك له الكثير من التفاصيل. في الحقيقة استغرق الموضوع 2 كاملتين فقط للوصول من هذه الجملة إلى توصيات واضحة وعملية تقول لنا ما الذي يجب أن نغيره في حركة ويكيميديا، وما الذي يحتاج إلى تطوير لكي نحقق هذا الاتجاه أو هذا التوجه. هناك خلاف في أي الكلمتين هي الأنسب. فمن حيث التوصيات، هناك 10 توصيات مثل الوصايا 10 تقريبا، وبصراحة كل واحدة يعني تحتاج إلى شرح طويل، والهدف هنا ليس شرح هذه التوصيات مرة أخرى، وإنما التذكير فيها بشكل رئيسي. فسوف أتحدث سريعا عن كل واحدة. يعني هي زيادة استدامة الحركة، قد لا يكون واضح جدا ما هو الهدف. هذه التوصية بشكل رئيسي تتحدث عن موضوع الأموال، موضوع زيادة الدعم خصوصا للمجتمعات الناشئة مثل المجتمع العربي، ولكن أيضا زيادة الدعم المالي لحركة ويكيميديا بشكل عام. موضوع تحسين تجربة المستخدم هو بصراحة الأكثر علاقة نوعا ما بما نفعله على مشاريع ويكيميديا، فهو يتعلق بتطوير الواجهة القديمة لمواقع الويكي ووضع تحسينات مختلفة لمساعدة المستخدمين. توفير السلامة والإدماج يتعلق بتحسين بيئة العمل وتحسين المجتمع في مشاريع ويكيميديا ليصبح آمن أكثر أو مريح أكثر للعمل فيه. موضوع ضمانة العدالة في صنع القرار، هذا سيكون موضوعنا الرئيسي لليوم، لذلك سوف أتحدث عنه بعض الشيء بتفصيل أكبر، وهو يتعلق بموضوع حوكمة الحركة أو موضوع أنظمة الإدارة والمجالس وهذه الأمور التي تتعلق بشكل رئيسي بصنع القرار. لذلك صنع القرار هي الكلمة المحورية في هذه التوصية. التنسيق بين الأطراف هو عكس ذلك، فموضوع العدالة في صنع القرار يميل إلى زيادة اللامركزية وإلى إعطاء مجتمعات مثل المجتمع العربي حق أكبر باتخاذ القرار، وأما موضوع التنسيق فهو يتعلق بالتنسيق بين كل هذه الجهات في حركة ويكيميديا التي تتوزع في أنحاء العالم والتي تعمل بشكل لامركزي. الاستثمار في تطوير المهارات والقيادة، أظن أن التوصية واضحة من اسمها، فهي عن تطوير المهارات بكل بساطة. إدارة المعرفة الداخلية تتعلق بكيفية توثيق ونشر المعلومات أو حفظ المعلومات عن النشاطات التي نقوم بها في حركة ويكيميديا، ليس فقط التحرير وإنما مختلف النشاطات والمعارف. تحديد موضوعات التأثير هي توصية تتعلق بتحديد الأولويات أو الموضوعات الكبرى التي يجب أن نركز عليها في عملنا على المعرفة الحرة، فهناك موضوعات شتى في العالم لا يمكن أن يسعى أي جهد أو أي مؤسسة أن تعمل عليها كلها في آن واحد، ولذلك يجب أن نحدد ما هي الموضوعات الأكثر تأثيراً. الابتكار في المعرفة الحرة أيضا توصية واضحة من اسمها، تتعلق بوضع ابتكارات أو طرق جديدة لنشر المعرفة، والتقييم والمراجعة والتعديل تتعلق بالنظر إلى ما نقوم به وتحسينه وتطويره باستمرار. فهذه هي التوصيات 10 للتذكير ولإعطائكم فكرة عامة. أعرف أنه توضيح هذه التوصيات قد يحتاج إلى شرح أكبر بكثير، ولكن ما يهمنا الحديث عنه اليوم هو أنه بعد وضع هذه التوصيات نظر فريق الاستراتيجية وكذلك عدد كبير من أعضاء المجتمع إليها، وحاولوا أن يستخلصوا ما هي أهم المشاريع أو الأمور التي نحتاج إلى فعلها، الخطوات العملية التي نحتاجها لتحقيق كل توصية من هذه التوصيات. وكانت النتيجة هي الوصول إلى 45 خطوة أو 45
مشروع نسميها من المبادرات، اسمها بالإنجليزية هو إنيشيتيف، ومبادرة هي الترجمة الحرفية لأنه ليس لدينا اسم أفضل حتى الآن. بصراحة هذه الشريحة كان لها ترجمة كنت أعمل عليها قبل دقائق، ولكن العمل عليها استغرق بعض الوقت بسبب الحاجة إلى تغيير الاتجاه من اليمين إلى اليسار، لذلك أعتذر أنها بالإنجليزية، ولكن سوف ننشر بعد هذا العرض إن شاء الله، بعد هذه الجلسة سوف ننشر نسخة عربية من هذه الشريحة، ويمكنكم فيها أن تنظروا إلى جميع المبادرات 45 باللغة العربية، ولكن ذلك سيكون بعد هذه الجلسة إن شاء الله، وسوف أنشرها في قناة المؤتمر. بخصوص هذه المبادرات 45، هناك هي عدد كبير جدا بصراحة، 45 مبادرة، وكل واحدة منها قد تحتاج إلى عام أو إلى شهور على الأقل لتطبيق. هناك مشاورات منذ تقريبا سنة من الآن، وكنتيجة للمشاورات قمنا بتحديد بعض الأولويات التي يجب أن نبدأ فيها من ضمن هذه المبادرات الكثيرة. وإحدى أكبر هذه الأولويات التي سوف نتحدث عنها اليوم أكثر هي موضوع ميثاق الحركة، لأن ميثاق الحركة سوف يكون الخطوة الأولى في موضوع تطبيق خطة العدالة في صنع القرار، التي كما قلنا هي واحدة من أهم التوصيات حاليا. فنبدأ في موضوع ضمان الإنصاف في صناعة القرار، هي توصية كبيرة جدا وتتكون من عدة خطوات، ولكن قبل الشروع بهذه الخطوات والتي الهدف النهائي منها هو الوصول إلى مجلس عالمي أو إلى هيئة عالمية تستطيع تمثيل حركة ويكيميديا ومجتمعاتها الكثيرة، فسوف قبل بدء بإنشاء هذا المجلس يجب أن يكون هناك وثيقة معينة أشبه بالدستور أو أشبه بقوانين رسمية تحدد ما هي علاقة المجتمعات ويكيميديا ومؤسساتها المختلفة. فلدينا الآن المجتمع العربي، ولدينا مجموعات كثيرة في العالم العربي ولله الحمد، مجموعات للمستخدمين، ولدينا أيضا مؤسسة ويكيميديا، ولدينا جهات أخرى، ولكن العلاقة بين كل هذه المجتمعات والمجموعات ليست واضحة جدا، فلذلك هناك حاجة لوثيقة واحدة تعرفنا على أهميتها، وهذه هي وظيفة ميثاق الحركة. الهدف الرئيسي من الميثاق هو تعريف العلاقة بين كل هذه المجموعات. الهدف الثانوي له هو أن يكون وثيقة تعرف بكيفية عمل المجلس العالمي، والذي سوف يكون أشبه بهيئة تستبدل جزئيا وليس كليا، ولكن جزئيا سوف تستبدل مجلس الأمناء بحيث أنها تستلم بعض مسؤوليات مجلس الأمناء، وتكون لها قدرة على تمثيل حركة ويكيميديا بشكل أكبر. في مجلس الأمناء كما تعلمون لديه فقط 10 أعضاء أو 15 عضوا، ولكن الأمل هو أن يكون المجلس العالمي هيئة أكبر بكثير وفيها مجال أكبر للتمثيل. حاليا ميثاق الحركة هو في مرحلة التكوين، ولكن قبل البدء بتكوينه يجب أن تكون هناك لجنة تعمل على كتابة هذا الميثاق، وقد تكونوا سمعتم كثير منكم من الموجودين اليوم معنا عن انتخابات ميثاق الحركة التي بدأ الإعلان عنها قبل عدة أيام، وهي سوف تكون مفتوحة منذ الآن وحتى 24 من الشهر. هناك عدد ضخم جدا من المرشحين لهذه اللجنة، في الحقيقة قد تكون أكبر انتخابات أو واحدة من أكبر الانتخابات في تاريخ حركة ويكيميديا. حتى الآن هناك أكثر من 70 مرشح، وبلدان هؤلاء المرشحين تظهر على هذه الخريطة، وكما ترون لدينا من ضمنهم عدة مرشحين من العالم العربي، وكما يقول زميلنا أناس لا تنسوا التصويت للمرشحين بما فيهم عدة زملاء من زملائنا العرب. بالنسبة لانتخابات ميثاق الحركة فهي مستمرة من الآن إلى مدة أسبوع تقريبا أو أكثر بقليل من أسبوع واحد. الانتخابات تقام على الميتاويكي، ويمكن لكل المستخدمين المسجلين الذين لديهم على الأقل 300 تعديل ولديهم 20 تعديل في آخر عدة شهور يستطيعون المشاركة في هذه الانتخابات، يعني نفس الأشخاص الذين صوتوا في انتخابات مجلس الأمناء يستطيعون كذلك التصويت في انتخابات ميثاق الحركة، لأن نفس الشروط تنطبق على الاثنتين. كما قلت فإن الانتخابات ضخمة جدا، فيها أكثر من 70 مرشح، من ضمنهم إن لم أكن مخطئا أظن أن من ضمنهم 5 من المرشحين العرب. أنا أرى أن هناك سؤال في الشات عن موضوع هذه الانتخابات. بصراحة سوف أحاول أن يكون هناك فترة للأسئلة في نهاية الجلسة، ولكن للإجابة عن السؤال بسرعة ولكي لا تضيع الفكرة، فالموضوع هنا هو عن انتخابات لتكوين لجنة تكتب ميثاق الحركة. فالهدف من الانتخابات هو اختيار الأشخاص الذين سوف يكتبون وثيقة ميثاق الحركة. وبالنسبة للانتخابات فالانتخابات سوف تحدد 7 مقاعد في اللجنة.
وسوف يكون هناك 6 مقاعد أخرى سوف تحددها مجموعات المستخدمين. التفاصيل موجودة أيضا على الميتا ويكي وسوف أنشر الرابط في الشات بعد قليل. ولكن تحدثت الآن كثيرا عن ميثاق الحركة، لذا أظن أننا نحتاج للحديث أيضا عن التوصيات الأخرى التي يجب تنفيذها، ومن ضمنها توصية أخرى مهمة جدا وهي توصية مدونة قواعد السلوك التي تعمل عليها بشكل كبير زميلتنا ملفات، لذا سوف أعيد الميكروفون إلى ملفات إن كانت موجودة لكي تتحدث عن مدونة قواعد السلوك. ملفات موجودة في الاجتماع ولكن يبدو أنها خسرت صلاحية المتحدث لسبب من الأسباب. موجودة أنا مسموع صوتي؟ موجودة. تمام شكراً. تذكير بمفهوم مدونة قواعد السلوك العالمية. طبعاً هذا المشروع كان من أوائل المشاريع اللي اهتمت المؤسسة بتنفيذها كتوصية من توصيات الاستراتيجية مثل ما تفضل الزميل عباد. بدأنا فيه من 2019 بكتابة أو بمجموعة من الاستشارات مع المجتمعات ومع مجموعات المستخدمين في مختلف أنحاء العالم بطلب معلومات ما هي الأمور التي ينبغي أن تتضمنها مدونة السلوك العالمية وكيف ستحكم هذه المدونة سلوكيات المستخدمين سواء كانوا مستخدمين أونلاين أو أوفلاين في كافة المشاريع التي قد تتعلق بالحركة أو بويكيبيديا بشكل عام. المفروض أن هذه المدونة توفر أساساً للسلوك في مشاريع ويكيميديا في جميع أنحاء العالم، يعني بالمفترض أنها تنطبق على الجميع على حد سواء. قد تضيف المجتمعات إلى هذه المدونة لتطوير السياسات التي تأخذ في الاعتبار السياق المحلي والثقافي مع الحفاظ على المعايير المدرجة هنا كحد أدنى. بمعنى آخر غير مطلوب من المجتمعات أنها تأخذ المدونة بحذافيرها لأنه معظم المجتمعات لديها سياسات محلية يمكن أن تبني عليها، يعني بمعنى آخر دمج السياسات المحلية مع الحد الأدنى من مدونة قواعد السلوك. هذا هو ما نسعى إليه، ليس من المفترض أن تستبدل مدونة قواعد السلوك السياسات المحلية، خاصة أن ذلك سيؤثر على الاعتبارات المحلية والثقافية لكل مجتمع والخصوصيات الموجودة في كل مجتمع من المجتمعات. مدونة قواعد السلوك كسياسة صدق عليها من قبل مجلس أمناء مؤسسة ويكيميديا في ديسمبر 2020. حالياً نحن في المرحلة الثانية من المشروع وهذه الجولة أو هذه المرحلة تتضمن عدد كبير من النقاشات والمحادثات عن كيفية تطبيق مدونة قواعد السلوك. كيف ستطبق؟ من سيكون مسؤولاً عن التطبيق؟ كيف نبلغ عن الإساءات أو عن الخروقات خاصة في موضوع التحرش؟ هذا موضوع مهم جداً. وما هي مستويات التعامل مع الانتهاكات؟ وأنا بتشوفوا أنه أنا بسألكم أسئلة غالباً خلال منصات المختلفة لأننا لا نزال في مرحلة الحصول على الانطباعات فيدباك من المجتمعات. للأسف هذه المرحلة تنتهي يوم 17 اللي هو غدا، ويؤسفني أن أقول أنه الفيدباك اللي انجمع من المجتمع العربي نوعا ما ضعيف، لكن كل الملاحظات اللي زودتونا فيها تؤخذ بعين الاعتبار، تدمج مع جميع الملاحظات التي حصلنا عليها من جميع مجتمعات العالم وهي كمية هائلة جدا من الملاحظات. طبعا هاي الملاحظات ستعمل لجنة صياغة الإرشادات التنفيذ على دراستها، وبناء عليه من المتوقع أن إرشادات التنفيذ سيعاد ضبطها بما يتوافق مع الملاحظات أو الconcerns اللي جمعناها من مختلف الأشخاص أو المعنيين في العالم. عملية مراجعة الإرشادات على وشك الانتهاء مثل ما حكيت لكم بكرة آخر يوم، فاللي عنده أي نقاط ممكن أنه تطرأ على بالكم في اللحظة ممكن تبعثوا لي إياها. وكمان في عندي أنا سؤال وضعته في واحدة من المجموعات بتليجرام اللي هو حول هل نحن بحاجة إلى التصويت على مصادقة المجتمعات على الإرشادات في صيغتها النهائية،
وبعض الزملاء أفادونا بأنهم يفضلون أن تتم المصادقة عليها قبل أن يصادق عليها مجلس الأمناء مرة أخرى. كمان محتاجين نسمع بعض الآراء على فكرة مجالس التحكيم المشتركة بين المجتمعات وعن مسارات التصعيد لتقارير الإبلاغ أو الإبلاغ عن المشكلات السلوكية في المشاريع. كيف تتوقعون أن تتم معالجتها على عدة مراحل؟ مثلاً في حال لم يكن القرار في المرحلة الأولى صائباً أو مقبولاً، كيف سيتم تصعيده إلى المرحلة الثانية وهكذا. سأتحدث عن فكرة مجالس التحكيم بعد أن يقدم زميل عباد موضوع المنح لأعطاكم فكرة أفضل. شكراً ميرفات، وفي الحقيقة ملاحظة أن وقتنا ضيق لأنه معنا 6 دقائق، لذا ربما نحتاج لتجاوز بعض النقاط. ولكن الآن يعني نحن تحدثنا عن بشكل عام المشاريع الجارية في الاستراتيجية، لأنه كما أخبرناكم كان هناك تشاورات لتحديد الأولويات، وأهم المشاريع الجارية حاليا في الاستراتيجية يمكننا القول أنها موضوع مدونة قواعد السلوك وكذلك موضوع ميثاق الحركة. ولكن هناك أيضا مشاريع أخرى كثيرة جدا، كما قلنا هناك 45 مبادرة وبعضها يجري التخطيط للعمل عليها رغم أنها ليست حاليا في مرحلة التنفيذ. أحد الموضوعات التي أظن أنها مهمة بشكل خاص للعالم العربي، ولذا كنت أفضل تخصيص وقت أكبر للحديث عنها، هي موضوع المراكز الإقليمية، وأنا أعرف أن الكثير من الأشخاص هنا مهتمون بهذا الموضوع. موضوع المراكز الإقليمية هي فكرة لوجود طريقة للتعاون على مستوى كل منطقة في العالم أو حسب الموضوع، يعني هناك أيضا مراكز ليست محدودة بالشكل الجغرافي. موضوع المراكز الإقليمية هو فكرة مقترحة، لذا كما ترون في هذه الشريحة فهناك أهداف مقترحة، هناك تعاونات مقترحة، ولكن هناك أيضا تساؤلات كثيرة قائمة، لأنه ليس هناك أي مركز إقليمي قائم الآن في العالم، ولكن هناك أفكار كثيرة جدا في مناطق كثيرة جدا لإنشاء هذه المراكز، من ضمنها العالم العربي ومن ضمنها عدة مناطق أخرى في العالم. لحد الآن فكرة المراكز الإقليمية ما تزال غائمة، وهناك عمل على إجراء أبحاث وتشاورات مع المجتمع لتحديد الفكرة بشكل أوضح، وأظن أن هذا الأمر مهم جداً للعالم العربي، لأنه إن أردنا إنشاء مركز موحد للمنطقة العربية فعلينا أولاً أن نحدد بشكل واضح ماذا نريد من هذا المركز، وما هي الوظائف التي نرى أنه سيقوم بها، وماذا سوف تكون علاقته مع المجموعات القائمة. بهذه المناسبة يعني يسعدني أن أذكر أن زميلنا أناس، كما كنت أيضاً سوف أتحدث عن ذلك في فقرة المنح، عمل على تقرير جميل جداً وعلى بحث شامل جداً عن موضوع المركز الإقليمي مقترح للعالم العربي، وإن أظن أن أناس معنا في هذه الجلسة فبإمكانها أيضا أن ينشر رابط التقرير في الشات لكي يستطيع الجميع رؤيته. ما أردت قوله بخصوص المراكز هو أنه سوف يكون هناك قريبا جدا فعاليات عالمية أو فعاليات إلكترونية مخصصة لنقاش موضوع المراكز الإقليمية والبدء في التقدم فيه. ليس هناك حاليا أي تاريخ محدد معلن رسميا، ولكن يمكنني أن أقول لكم كسر داخلي أنه الموعد المتوقع هو خلال شهر تقريبا من الآن، لذا إن كنتم مهتمين بالمراكز الإقليمية فاستمروا بمتابعة موضوع الاستراتيجية، لأننا سوف نقيم نقاشات عن هذا الموضوع قريبا جدا. الموضوع الآخر الذي سوف نعمل عليه قريبا كذلك هو موضوع تطوير المهارات، وسوف يكون ذلك من خلال منح الاستراتيجية، لذا لن أستطيع الحديث بالتفصيل عن موضوع تطوير المهارات الآن، ولكن سوف أقفز مباشرة إلى فكرة المنح. منح الاستراتيجية هي منح مخصصة لموضوع العمل على خطط لتنفيذ الاستراتيجية. الهدف من هذه المنح بشكل رئيسي ليس البدء بتنفيذ الاستراتيجية نفسها، لأنه في معظم المبادرات ما زالت خطوة التنفيذ تحتاج إلى نوع من التخطيط، وكما رأينا في موضوع المراكز الإقليمية من عمل زميلنا أناس، أو كما سوف ترون إن كنتم لم تقرأوا تقرير أناس بعد، فهناك الكثير من التساؤلات والأمور التي يجب حلها أو النظر فيها قبل البدء في تنفيذ توصية مثل المراكز الإقليمية. ولكن بشكل عام منح الاستراتيجية سوف تكون متوفرة لدعم خطط البحث وخطط الإعداد لمثل هذه الأمور. ما هي أمثلة على المشاريع التي يمكن تمويلها في المنح؟ مثال هو
موضوع التخطيط أو إجراء بحث حيال توصية معينة مثل ما قام به زميلنا أناس. المثال آخر قد يكون البدء بتنفيذ إحدى التوصيات على نطاق معين أو نطاق تجريبي، مثل البدء في إعداد دورة لتطوير لموضوع تطوير المهارات، أو أيضا موضوع آخر يعني إن شاء الله سوف يكون هناك طلب منحة عربي له قريبا ويعمل عليه أشخاص محددون، هو موضوع البحث عن هيئات التحكيم في المجتمع، والذي سوف تتحدث عن زميلتي ميرفات بعد قليل. أريد فقط أن أوضح بخصوص هذه المنح أن قيمة المنح يمكن أن تصل إلى 25,000 دولار، فيمكن الوصول إلى ذلك المبلغ، وأيضا يمكن استخدام تخصيص مبالغ معينة من هذه المنح لتقديم تعويض للمتطوعين عن الجهود التي يقومون بها إن كانت تتطلب عدد كبير من الساعات. فهذه أمور مهمة لكم، وأيضا أريد أن أذكر أني أنا والزميلة ميرفات سوف نتحدث أكثر عن موضوع المنح في اجتماعات قادمة سوف نعلن عنها إن شاء الله، وسوف نوفر أيضا مساعدة على المستوى الفردي لأعضاء المجتمع العربي إن كانوا مهتمين بموضوع المنح، لذا قدموا للمنح، هذه فرصتكم. قبل أن أختم أظن أن الزميلة ميرفات كانت تريد الحديث عن نقطة سريعة هنا، تفضل ميرفات. نعم، كنت أريد أن أذكر أن من المشاريع الأخرى التي نحمسكم على أنه تطلعوا بأفكار شبيهة لها موضوع مجالس التحكيم. طبعاً مجالس التحكيم ذكرت بشكل مكثف في ملاحظات المجتمعات على إنفاذ أو وسائل تطبيق مدونة السلوك. طبعاً نحن في المجتمع العربي ليس لدينا مجالس تحكيم، لكن هذا الأمر بحاجة إلى بحث، هل نحن بحاجة إلى مجالس تحكيم إلى آخره. فسيقوم زميلين علاء وباسم، بقدر أخبركم إن شاء الله، بإجراء هذا البحث ضمن منح الاستراتيجية. فمثل هذه الأمور بحاجة إلى دراسة، ونحن عن جد رح نشجعكم بكثافة إنكم تطلعوا الأفكار بناء على التوصيات اللي ذكرها عباد بالأول. ممكن تطلعوا بأفكار ثرية جدا، راجعونا فيها. سنبدأ بفترة قريبة جدا، يعني خلال أيام نعلن عن موضوع أو برنامج منح الاستراتيجية لتزويدكم بمزيد من التفاصيل. عبد وأنا موجودين للإجابة عن أي أسئلة بتخص الموضوع، وهذا كل ما نريد أن نخبركم به في الوقت الحالي. طبعا هو مواضيع أو المواضيع المشاريع اللي بنعمل عليها غير منتهية، لكن الوقت لا يسعفنا. بس إذا كان في أسئلة ممكن تقضي من وقت الاستراحة شوي. نعم أستاذة ميرفات، إذا كان المداخلات يعني اختتامها لابد أن ندخل إلى نقاش، كما قلنا للمتابعين أن هناك نقاش سيكون مناصفة بينكم وبين المداخلة السابقة لإبراهيم فراجي وسكينة أبلها. إذا كان لك إضافة في موضوعكم، وإلا نذهب إلى النقاش. إذن نحن بانتظار الأسئلة إن كان هناك شيء، ويمكنكم أيضاً مراسلتنا في صفحات الويكيبيديا أو في من خلال الإيميلات الرسمية لنا، وسنجيب عن أي أسئلة في أي وقت. شكراً للجميع. أظن أن هناك عدة أسئلة على الشات، فإن كان بإمكاني أخذ وقت الاستراحة. تفضل. نعم، هناك سؤال أولا عن كيفية التقدم للمنح. كما كتبت أو كما جاوبت في الدردشة، فباب التقدم للمنح في الحقيقة ليس مفتوحا في هذه اللحظة، ولكن إن شاء الله سوف يفتتح باب التقديم خلال أيام، خلال الأسبوع المقبل كما نتوقع، وسوف ننشر بالتأكيد عن الأمر حين افتتاحه أنا أو زميلتي ميرفات، فسوف يصلكم الخبر إن شاء الله. بخصوص شروط التقديم، فهذا بصراحة موضوع مهم، والشروط التفصيلية سوف تكون موجودة في بالطبع في صفحة المنح التي سوف نقوم بنشرها، ولكن أظن أن من المفيد استخدام هذه المساحة في تفسير الشروط، لأن الشروط لا تكون دائما واضحة وقد يحتاج شرحها إلى بعض التفسير. فالشروط الرئيسية للمنح هي أن تكون أهم شرط للمنحة هو أن يكون موضوع المنحة مرتبط مباشرة بالاستراتيجية. فمن يريد التقدم للمنحة يجب أولا أن يقرأ توصيات الاستراتيجية التي يريد العمل عليها ضمن منحته، لأن كل منحة يجب أن تقول بوضوح ما هي التوصية وأيضا ما هي المبادرة
من ضمن المبادرات الاستراتيجية التي تريد العمل عليها أو العمل على تنفيذها. يمكنكم اختيار أي مبادرة تريدونها، هناك 45 مبادرة والعمل عليها مفتوح للجميع، ولكن أظن أنه سوف يكون من الأسهل ومن الأيسر العمل على المبادرات التي يجري حالياً التخطيط لها، ليس لسبب إلا لأنها أكثر وضوحاً وهناك خطوات عملية أكثر أو خطوات يمكننا أن نقول ملموسة أكثر لكيفية البدء بتطبيقها. فموضوع مثل موضوع تطوير المهارات سوف يكون هناك حين ننشر عن موضوع المنح، سوف تكون هناك أمثلة مفصلة تقول لكم ما هي الأمور في تطوير المهارات التي نتطلع لأن تعملوا عليها، وأيضا سوف تكون هناك أمثلة تفصيلية لما هو نوع المنح أو موضوع المنح التي يمكن أن تعمل على تطوير المهارات. فمثلا إحدى الموضوعات في تطوير المهارات هي إنشاء دورة تعليمية عن موضوع معين، ولكن في بعض المبادرات الأخرى مثل مبادرات ابتكار المعرفة يكون موضوع المبادرة أو موضوع التوصية غائم جداً، لذلك سوف يكون أصعب العمل عليها. لذا في الشرط الأهم هو أن تكون المنحة مرتبطة مباشرة بإحدى المبادرات الاستراتيجية. الشرط الآخر هو أن لا تتجاوز المبلغ المنصوص عليه وهو 25,000 دولار كما كان منصوص عليه في الشريحة السابقة. وهناك أيضا بعض الشروط الأخرى التي قد لا تكون في بالي في هذه اللحظة، ولكن هذه هي الأمور الأساسية أو الجوهرية. وأيضا يمكن التقدم بأي صفة، يعني يمكنكم التقدم كأفراد أو كمجموعة مستخدمين.